السلام عليكم الاخوه الاخوات، كي دايرين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، نتوما احبابكم اصحابكم الامه العربيه والاسلاميه جماعه. اليوم جيتكم في واحد الفيديو اللي هو سبيسيال ومتميز، الفيديو اللي شحال هادي صراحه وانا كنوجد ليه وشحال هادي ولا كنفكر ليه، ودابا ريحت ستاسيونمون قلت شنو غادي ندير، قلت والله تعالى غادي نديرو بالله، غادي ناخذ هاد لا ديسيزيون وغادي نديرها، رغم ان هاد ديسيزيون خديت فيها شويه الوقت وفكرت فيها ولقيت بانها هي الصواب في هاد المرحله اللي عايش في حياتي انا. وعاوتاني حيت من اليوتيوب درت واحد المده قلت ما خدامش ليا هادشي، تخلق لي مشاكل في العائله وداك الشيء، وغبرت على واحد 6 شهور هكاك، وفي الاخر مني وقعوا شي مشاكل العائليه وعرفتوا الناس بزاف يعني بداو كيهضروا والناس كيتهموك والناس كيعيروك، زعما شوف واحد النصيحه من الاخ ديالكم قبل ما تعرف شي واحد ولا قبل ربي يستغفر الله العظيم قبل ما تعير ولا تقول شي كومونتير ماشي هو ذاك، وانت ما كتعرفش ذاك الشخص راه كتدي التقليد، راه كتدي التقليد امام الله سبحانه وتعالى، وخاص تطلب مسامحه من ذاك الشخص اللي انت عيرته. انا من هذا المنبر هذا كنسامح الناس كاملين اللي قالوا في خيبه رغم انهم ما تعرفونيش وما عارفينش الاستوار كي دايره، المهم انا كنسامحكم كاملين في هذا المنبر هذا، مسامحه ثم المسامحه ثم المسامحه، وحتى انا بضروري كنطلب منكم المسامحه كاملين، ربما شي نهار جاوب شي واحد شي تعليق وما عجبوش الجواب ديالي ولا خسرت خاطرو، من هذا المنبر هذا كنطلب منه المسامحه. هاد النيره فايته باش ما عطى الله، هاي خصنا نقادوا الامور ديالنا قبل ما نمشيو ليه ونقفوا قدام الله سبحانه وتعالى، وتما ديك الساعه ما كاينش يعني نيغوسياسيون. المهم انا كنطلب منكم المسامحه وانا بدوري كيف لكم انا مسامحكم. دونك اشنو قررت ندير؟ قررت بانني فريمون نبدا الحياه ديالي، نبدا حياه جديده ان شاء الله، وفهمتي يعني ونبعد على السوشيال ميديا هادي، نحيد السوشيال ميديا، لقيت كنضيع بزاف ديال الوقت في السوشيال ميديا، وبزاف الناس كيقولوا لي لا الربح وكذا والفلوس وهادي هضره خاويه. انا ما كنت كنربح والو من السوشيال ميديا، يعني كتشوفوني كندير جوج فيديوهات مثلا في الشهر ولا هذا، ودي ستوريات راه ما كتربح فيهم حتى شي حاجه، يعني انا السوشيال ميديا ما كنت كنربح فيها شي حاجه اللي هي قليله بزاف، ما كتساويش حتى الوقت اللي كنضيعو فيها، والله العظيم تهضر معكم من القلب ديالي الخالص، ما كتساويش حتى الوقت اللي تنضيعو فيها انايا. دونك اشنو قررت ندير؟ نخرج من السوشيال ميديا هذه، نعاود الحياه ديالي ان شاء الله من الاول، ونحاول ان شاء الله نركز على الحياه ديالي، وداك الوقت اللي كنضيعو في السوشيال ميديا نحاول ندوز مع الناس اللي كيبغيوني وكنبغيهم، مع الوليدات ديالي، مع العائله وهذا، ونبعد من الانستغرام ونبعد من اليوتيوب ونبعد من هادشي كامل. من الحوايج اللي معجبوني في اليوتيوب هو ان الناس بزاف كيبغيو يدخلوا لك في حياتك، كل اللي تيبغي يعيشك بالطريقه اللي بغا، كاين اللي تيقول لك جيتي رقاقيتي، كاين اللي كيقول لك خاصك تغلط، كاين اللي تيقول لك لبستي هذا اللون ما جاكش، ومان على هادشي كامل. مان على هادشي كامل، علاش انا غادي نكسبوز حياتي الناس الاخرين اللي بداو يعلقوا ويعطيو التعاليق ديالهم ويعطيو الاراء ديالهم؟ دونك هذا كان الغلط ديالي انا. دونك هذا هو اخر فيديو غادي ندير ان شاء الله في اليوتيوب، وغادي نسد القناه تاع اليوتيوب، وغادي نسد ان شاء الله حتى داك الكونت ديال الانستغرام، ما عندي ما ندير به، يكون فيرفايد ما يكونش فيرفايد، في 55000 ولا من شحال، ما عندي ما ندير به داك الشيء انايا. كيف قلت لكم غادي نركز على العائله القريبه ديالي، وغادي نحاول الحياه ديالي ان شاء الله من جديد مع واحد الانسان ان شاء الله نطلب الله سبحانه وتعالى يستر فيها، كتب الله تعالى، غادي نعاود الحياه ديالي ان شاء الله ونبعدها على هاد السوشيال ميديا، وما عمر ما غادي نبان في السوشيال ميديا مازال، نقدر نخلي واحد الكونت انستغرام اللي هو بريفي فيه غير الناس اللي هما قراب ليا بزاف، ومع ذلك انا ما كندخلش ليه، يعني باين داكشي ديال تيك توك وداكشي ما عنديش انا اصلا، ما عندي ما ندير به. دونك هذا هو اخر فيديو الاخوان، كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، كنشكركم بزاف على الهضره الزوينه ديالكم، كنشكركم بزاف على دعوات الخير ديالكم اللي دعيتوا معايا ودعيتوا مع العائله، كنشكركم بزاف على دوك اليامات الزوينه ولا دوك الفيديو الزوينين وداك التعاليق الزوينين، وكنشكركم بزاف اللي بزاف الناس كانوا كيدعوا مع الوالده ديالي وتيقول لك الله يخليها ليك، والحاجه كنحس بها بحال يعني بحال الام ديالنا، وهي مسكينه بدورتها هي هضرت معاها يعني قالت لي عاد جا الوقت باش فريمون تخرج من هاد الشيء هذا، لان راكم عارفين العين حق، يعني العين حق، يعني كاينه العين ماشي نكذبوا على راسنا ما كايناش، بقيتي كتكسبوز النعم ديالك بعض المرات على الناس، والله يكون في العون الناس، كاين اللي مسكين زيار، كاين اللي محتاج، كاين اللي الوقت عنده قاصحه، الانسان تيبين هادي وتيبين هذا، يعني بعض المرات تقدر تضر واحد الانسان وانت ما تحش. انا بالحوايج اللي فريمون اللي تشوشوني شحال هذه باقي نعقل ايام تما في اليوتيوب شحال هذه، كنا اون فامي، كان واحد الشخص صيفط لي ميساج وقال لي خويا راه كتخلق لي المشاكل مع المدام. انا ما فهمتش، قلت لي كيفاش كنخلق لك المشاكل؟ قال لي ملي كيشوفوا السوشيال ميديا المدام عندي، ملي تشوف السوشيال ميديا والناس كيتعيشوا وكيتسافروا وكذا، كتقول لي حنا راه ما عايشينش، حنا ما شايفينش، حنا ما دايرينش، حنا ما هادي، وكتشكي عليا بزاف وهذا الشيء خلق لي المشكل. يعني انا ما بغيتش نتسبب، ما بغيتش نكون سبب الخراب البيوت ولا نكون هذا، ربما شوف كاين بزاف الناس احسن مني انا، وكاين بزاف قل مني انا، يعني الانسان الحمد لله حنا غير لا كلاس مويان، عايشين تحت الحياه لو بروفايل وعايشين مزيان، ونطلب الله سبحانه وتعالى يتقبل مننا درنا شي حاجه. وكيف تنقول لكم انا نطلب منكم المسامحه من هنا، انا ضريت شي واحد في شي حاجه ولا قلت شي حاجه مش اللي تنعاود نكررها، كنطلب منكم المسامحه. علاش السوشيال ميديا؟ نقول لكم واحد الحاجه، السوشيال ميديا سيف ذو حدين، كيف قلنا لكم درنا فيها بزاف تاع الانيسياسيون زوينين، ولكن بزاف كتسبب في خراب البيوت. لذلك كنصح نصيحه لوجه الله من خوكم اللي كان داخل في هذه المعمعه ديال السوشيال ميديا، تيقولش داكشي كلشي اللي كاين فيه راه ماشي كلشي صحيح. ثاني حاجه ما نخليو ولادنا ما نخليوش يقول مثلا يشوف واحد السيده كانت غير مثلا عادي، ولا راجل كان غير عادي مثلا ودار السوشيال ميديا ولا لاباس عليه، يعني هذا الشيء بعض المرات يقدر يخلق كيف تنقولوا حنا، يعطي واحد الراي غلط للدراري ولا دوك الناشئين اللي طالعين ولا المراهقين والمراهقات اللي طالعين، تقول لك انا عادي نمشي ندير السوشيال ميديا وندير التيك توك وندير اليوتيوب وندير انستغرام وعادي نجمع الفلوس ونولي ستار ونولي نجمه. بين اللي نوضحها، شوف راه كل حاجه عندها برايس، كل حاجه عندها ثمن،
بغيتي الشهرة راه عندها ثمن، عندك الفلوس بزاف عندها ثمن، يعني كل شيء واش انت مستعد تخلص هذاك الثمن؟ يعني من الحريه ديالك كتسلاب، الناس كيدخلوا لك في المشاكل ديالك، راه كاين واحد الثمن تخلصوا. الانسان يحاول يركز على القرايه ديالو ويحاول يكونتريبي شي حاجه للمجتمع ديالو، ما يبقاش يفكر غير في الربح المادي، الربح المادي وهذا والفيوز وهذا. راه كنشوفوا الفضائح اللي تيوقعوا في هذا اليوتيوب، كنشوفوا يعني بزاف العائلات تشتوا اللي دخل الحبس اللي هذا، علاش؟ على قبل الفيوز. يعني ماهوش فريمون الفيوز تساوي انني نطيح الكرامه ديالي قدام الناس، ما تساويهاش، يعني ما كنظنش كتساوي بالنسبه زعما البرسبكتيف ديالي انا ما تساويهاش. لذلك نروحوا مع وليداتنا ننبههم، شوف مش السوشيال ميديا كلها خايبه، فبزاف د الحوايج زوينين كتستافدوا، كاين بعض المرات انا كنحتاج شي حاجه شي معلومه تندخل نستافد منها من السوشيال ميديا، يعني راه زوينه، ولكن خاصنا ديما نردوا البال ديالنا سورتو هذا الشيء. مثلا الناس اللي اكسبوزيو الحياه ديالهم مثلا، يعني كيبين لك سافرت خرجت عايش، كلشي كيبان لك ضاحك، كلشي كيبان لك ناشط، والانسان تريح مع راسو تيقول اواه علاش كلشي ضاحك وكلشي ناشط وانا لا، اشنو بك ما فيا شي غلط. الانسان ملي تيصور لك هذيك اللقطه ولا كيصور لك هذاك الكليب راه كيصور لك هو يعني جالس وضحك وتيبي لك الضحك، ربما كتفعل لك التليفون كيجمع فمه ما كيبقاش الحق. يعني كيف نقول لكم راه ماشي كلشي اللي كتشوفوا في السوشيال ميديا راه صحيح، راه كاينين بزاف د الحوايج ماشي صحاح، كاينين بزاف تما بزاف تما بزاف، كاين دي كوبل تيبينوا الناس خارجين وتعيشوا المغامرات وكذا وهذا، ولكن داك الشيء راه هي ربما يكونوا ما تعيشوا المغامرات، ربما يكون داك الشيء فعلا بصح، ولكن راه كاين واحد النسبه كبيره فيه غير شويه ديال التمثيل وشويه ديال هذا والمونتاج وقطع هذه ودير هذه والتصويره وهذا، راكم عارفين. هاد الفيديو اللي صادر معكم دابا فيه ما فيه لا مونتاج ولا والو، خارج نيشان بحال هكا كاينه. دونك خوتي هذه هي الختمة ان شاء الله ديال الحياه ديالي والمسيره ديالي مع السوشيال ميديا، خديت اون ديسيزيون في فينال يعني ما عادش نرجع فيها ان شاء الله. كيف قلت لكم انا غير بغينا نعنى هذا الشيء ديال السوشيال ميديا، يعني من الناحيه الماديه ما عندي ما ندير به وما معوج عليه، الحمد لله عندي البروجي ديالي وكاين ان شاء الله خدام على واحد المشروع اخر كتب الله تعالى، والخدمه ديالي خلاص العاديه اللي ديما تنخدمها. تهلاو في راسكم ونتمنى عند الله سبحانه وتعالى يتقبل منكم صالح الاعمال ويقبل جميع ذوك الحسنات ان شاء الله، وذاك يعني ذوك العامات الخير اللي كنا درنا مجموعين. وتهلاو في راسكم والسلام عليكم. ترايدي وتريني، وانو دي ترايدي وتريني.
باللي غداو العشاء باش طيحي الكريشه ونقسم اللي غداو العشاء باش طيحي الكريشه وتخطفي كيف الريشه وانا راكي قول يا عيني وانا راكي قول يا عيني وانا راكي قول يا عيني والحبيب سخيري وسعفيني راكي قول يا عيني
خايني وسعفيني ونقولك صراحة مني قبل النصاحة واللي بغيتك يجيني يا واللي بغيتك يجيني